صباح ورحمة الله والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حنا كمجتمع المدني كجمعية المغربية لمحاربة الشغف في الملاعب الرياضية والأسس التعليمية، حنا تنمثلوا 64 جمعية في مدينة سلا، على أساس تنديروا تحسيس التوعية في هذه الظاهرة ديال كوف 19 في كورونا. وحنا اليوم الدور ديالنا كمجتمع مدني كجمعيات تنساهموا في هذه الظاهرة بالتعليمات وتحت الرعاية ديال سيدنا الله يسره جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، اللي تيهتم بحقوق الإنسان والكرامة ديال المغاربة بصفة عامة. اليوم حنا الدور ديالنا هو تنخدموا المصلحة العامة ديال البلاد وديال الوطن ديالنا وديال بلادنا الحبيبة. اليوم حنا كمجتمع مدني تنتعاونوا مع السلطات المحلية والأمنية ديال مدينة سالة، رأسهم السيد عامي صاحب الجلالة عاملة سالة، لأنني مشكور وقت بكل جدية وبكل إخلاص على التحسيس والتوعية ديال هذا البلد الأمينة. اليوم مدينة سالة ثاني مدينة في المغرب ديال السكان تبع الضوء البيضاء، مع أنني سيطرنا عليها بالمجهودات ديال السلطات المحلية والأمنية والقضائية ديال مدينة سالة والمجتمع المدني. هاد الجمعيات كلهم ديال 64 جمعية، صعيب باش يجمعوا السلطات المحلية، ولكن بحكم السلطات المحلية بالإخلاص ديالها وبالمعاملة ديالها وبالإنسانية ديالها اضطرت باش هاد الجمعيات يجيو يساهموا تحت الرعاية ديال سيدنا الله يسره وبلادهم الحبيبة والوطن ديالهم. اليوم أول حاجة تنوجه الشكر الكبير للسيد العامل صاحب جلالة عملة سالة والسلطات المحلية بصفة عامة والسادة البشوات والسادة القياد ديال مدينة سالة وأعوان السلطة والرؤساء الأمنيين ديال مدينة سالة ورأسهم السيد رئيس الأمن الإقليمي مدينة سالة أستاذ القودات والمجتمع المدني برأسهم الرؤساء ديال الجمعيات ديال مدينة سالة اللي ضحاو وباقين تيضحيو وحنا باقي ما ساليناش وحنا ديما تحت الأوامر ديال السلطات المحلية ديال مدينة سالة وحنا تحت الأوامر ديال أمير المؤمنين حامد الدين الإسلام جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده اللي تيهتم بحق إنسان وعطى. وحنا الدور ديالنا فهنا في هاد مدينة سالة تنحسوا الناس باش يدخلوا لديارهم ويديروا الكمامة وما بقاش يتسالوا الشارع العام ويلزموا بيوتهم ويقروا وليداتهم بالتعليمات ديال وزارة التربية الوطنية ويديروا الكمامة وما يبقاش يتجولوا في الشارع العام. هذا هو الدور ديالنا، لأنني هذا هو التحسيس ديالنا اللي تنقوموا به. وتنوجه الشكر ديالي لهذه المؤسسة الإعلامية ديال جريدة الأصوات اللي هي تتساهم بكل جدية وبكل إخلاص جميع التغطية ديال كورونا كوف 19 في مدينة سالة وبصفة عامة في المغرب كله وجميع الإعلاميين، شكرا لكم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.